حالة خالد الزيلعي الصحية تتراجع. اللاعب يركض في غرفة العناية المركزة في المستشفى، وسعوديون يطلبون الدعاء له، ومصادر طبية تحسم الجدل حول العلاجات الممكنة. أفادت تقارير صحفية سعودية مؤخراً بنقل لاعب كرة القدم السعودي خالد الزيلعي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية. بحسب موقع سبورت 24 السعودي، اللاعب يركض في غرفة العناية المركزة على أثر الوعكة الأخيرة التي أصابته. الحساب الرسمي لنادي أبها السعودي على تويتر شارك صورة للاعب أرفقها بعبارة جاء فيها: نسأل الله العلي العظيم الشفاء للاعب والكابتن الخلوق خالد الزيلعي، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية عاجلا غير آجل. القمة مجنونة يا زيلعي، الزيلعي يسجل التعادل للنصر. مدير المركز الإعلامي في نادي أبها الكاتب الصحفي عبد الرحمن آل ميلس غرد عبر حسابه الشخصي عبر تويتر قائلا أن الزيلعي ما يزال في العناية المركزة، وطالبا من المتابعين الدعاء له. مع انتشار الخبر تفاعل سعوديون كثر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معبرين عن تعاطفهم مع اللاعب وداعين له بالعافية والشفاء. الزيلعي يعاني مرضا نادرا، وهو مرض التصلب الجانبي الضموري، وقد أعلن إصابته به في وقت سابق قائلا أن الإصابة كانت مفاجئة ومن دون مقدمات. اللاعب السابق خضع لعملية جراحية كجزء من العلاج اللازم للمرض، ونقلت تقارير صحفية أنها كانت ناجحة. الزيلعي يعتبر واحداً من أبرز لاعبي كرة القدم في السعودية، لعب مع فرق عديدة منها أبها، النصر، التعاون، الباطن، والعين. أما المرض الذي يعانيه فهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي، أسبابه غير معروفة بعد بحسب موقع مايو كلينيك. وبسبب الإصابة يفقد المريض القدرة على الحركة والأكل والتنفس والنطق، والأسوأ من ذلك هو أن لا علاج له بحسب المصدر.